السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة من برنامجنا الوطني إنجازات وطنية، وضيفنا لهذه الحلقة سعادة رجل الأعمال السيد عماد السلامة من هايبر ماركت هديل ستورز من منطقة الرابية. سيد عماد السلامة، بداية كل عام وانتم بخير ومساء الخير. كل عام وانتم بخير، اللهم صل وسلم ورنا بيا، اهلا وسهلا بكم. نعم سيد عماد، انت اشهر من تعرف في هذا الفروش. احنا سوبر ماركت مول ما شاء الله عليه، موجود اكيد من مختلف المواد الغذائيه في هذا المول. سيد عماد السلامه، حابين نعرف الساده المشاهدين اكثر عن البطاقه الشخصيه وتاريخ ومكان ولادتك، تفضل سيد. يلا، انا من وليد عمان سنه 1961. نشات وترعرعت في عمان. نعم سيد عماد السلام، نتحدث عن تأسيس هايبر ماركت هديل ستورز، متى تأسس؟ هو تأسس بداية بالعام 2000. نعم. في موقع في أم أذينة، ومن ثم انتقلنا إلى الرابية في العام 2016 قبل رمضان بأسبوع تقريبا. جميل، إن شاء الله دائما التقدم والنجاح سيد عماد السلام. نتحدثنا الآن عن آلية العمل، أهم الخدمات في هايبر ماركت هديل ستورز. احنا بنوفر لك للمواطنين كافه المواد الغذائيه الموجوده، بالاضافه للحوم والخضروات والالبان والاجبان والمكسرات والمتطلبات المنزليه بشكل عام للمنزل. تحدثت عن الاستيراد والتصدير بشكل عام في هايبر ماركت هديل ستور. في الواقع احنا حاليا كل مشترياتنا من السوق المحليه، الاستيراد مفكرين فيه للمرحله المستقبليه. نعم. اما بالوقت الحالي كل مشترياتنا من السوق المحليه. السوق المحلي. نعم نعم. انت تحدثت عن تطور هذا القطاع في الاردن، قطاع الاغذيه، كيف ترى؟ الاغذيه هي مطلوبه باستمرار، يعني ما في بيت يوميا الا بيحتاج كميات معينه من الاغذيه ومن الاطعمه لمنزله لاحتياجاته للامور هاي. فبالتالي كل الامور هاي تطورها بازدياد عدد السكان، كل ما ازداد عدد السكان كل ما زاد الطلب على الامور اللي زي هيك. جميل، تحدث عن عدد الكوادر في هايبر ماركت هديل ستورز الموجوده فيه. احنا الموجود عندنا تقريبا بالوقت الحالي كونه افتتاح جديد بحدود الثمان موظفين. احكي لكم الف مبروك. الله يبارك فيك. سيد عماد السلامه، نتحدث ايضا عن طموحاتكم والرؤيه المستقبليه ان شاء الله. والله الطموحات دائما عند الانسان بتكون تطلعها لقدام، انه يكبر بكبر المؤسسه اللي هو فيها. نعم. فاحنا حاليا يعني بادين بدايه، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا وتكون بدايه خير، ولقدام نتوقع انه نتوسع بعملنا. جميل، هل يوجد تعاون بين احكي المؤسسات التجاريه او الغذائيه وبين وزاره الصناعه والتجاره؟ يعني هذا موجود دائما. توجه لهم رساله شكر سيد. وزاره الصناعه والتجاره هي الاصل والام لنا يعني. نعم. فوزاره الصناعه والتجاره بنشكرها على انجازاتها السريعه، يعني اختلفت الانجازات في وزاره الصناعه والتجاره ما بين السابق والحالي بشكل كبير جدا. والحمد لله الامور مع وزاره الصناعه والتجاره ماشيه بشكل جيد. الحمد لله رب العالمين. احنا نشكرهم ايضا عبر منبر قناه جوسات. سيد عماد السلامه، الشعبيه من اين جاءت؟ اكيد هايبر ماركت هديل ستورز، مع انه فتره قصيره صار وفاته، اكيد السيد عماد السلامه. الله يخليك يا رب. احنا محلنا السابق في مدينه كان لنا شريحه واسعه من الزباين والعملاء. فبانتقال المحل من مدينه لهون تقريبا 90% من الزباين اللي كانت هناك انتقلت للمحل الجديد. سيد عماد، احنا نعيش بمنظومه نعم التامن وامان، الحمد لله على موجودين الامان. الحمد لله. لو قدر لك في هذه الايام ان تقابلت مع جلاله الملك عبد الله الثاني بن حسين في ظل هذه المناسبات الوطنيه، نقول لك كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. وفي ايضا عيد الاستقلال وعيد الثوره المئويه، الحمد لله على نعمه الامن والامان، ماذا ستقولها سيد عماد السلام؟ نقول لجلاله الملك اولا الله يديمه فوق راسنا جميعا، نشعر بالامان في ظل حكومه الهاشميين، والحمد لله احنا الامان والاستقرار في البلد هو ركيزة البلد وهو الشيء الأساسي في البلد. فالله يديم علينا نعمة الأمن والأمان ويحفظ جلالة سيدنا فوق راسنا جميعا. آمين رب العالمين. سيد عماد، احنا حابين نحدد للسادة المشاهدين موقع هايبر ماركت هديل ستورز وأرقام الهاتف للتواصل أكيد مع حضرتك. إن شاء الله.
احنا في الرابية السوق التجاري، في وسط السوق التجاري في مجمع قطوم التجاري الطابق الأرضي طبعا على الشارع. نعم. وهو معروف يعني لكل كل منطقة الرابية أكيد. وعلى خمسة تظهر على الشاشة زميلنا سيد عبد اللوزي مدير التصوير. وفي نهاية لقائنا أعزائي المشاهدين الكرام نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة رجل الأعمال السيد عماد السلامي من هايبر ماركت هديل ستورز في منطقة الرابية. أقول لك الله يعطيك العافية سيد عماد وشكرا جزيلا لهذا اللقاء. الله يزيدك عافية ويسلم وديك الممتع والجيد، ونتمنى لكم دوام التقدم والازدهار. وهذا سنخص سيد عماد بجولة كاميرا التلفزيون. أهلا وسهلا فيكم شرفتنا. Thank you.